بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في يوم جديد ويوم سعيد عليكم يا رب. النهارده عندي ثلاث وصفات كده ان شاء الله نقدر نركز فيهم ونقدر نعملهم سهلين جدا. في بينهم حضراتكم طلبتوهم، هنعمل مشبك السوري بس من غير خميره، هنديله بيكنج باودر، هنعمل سويس رول اللي هو الرولز، وهنحشي شوكولاته. عندي اللي هي سمبوكسات العجوه من الحاجات الجميله قوي قوي اللي هتعجبكم، عجينه ظريفة جدا ورؤية بتتباع كده في الفران، هنشوفها مع بعض ونشوف عجينتها ايه بالشكل ده. سبتها طبعا تخمر، دهنتها اصفر بيض عليه فانيليا، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 ونشوف ايه والدنيا فيها ايه وعاملة معانا ايه. دي دايما احنا بنشوفها في الفران كده بالشكل دوت، وقد ايه بتبقى رؤية او جميلة وطرية اللي هي زي الشوريك. هندخلها الفرن الاول دلوقتي واحدة واحدة كده على مهلنا، وننزل اول حاجة مخرجتنا العظيمة بمقادير ايه بالظبط كده، مقادير السويس رول الاول نعمله ونشوف الدنيا فيها ايه وتعمل معنا ايه، وان شاء الله الشغل كله يخلص ورا بعضه. يلا بينا يلا بينا. رولز بالشوكولاتة، 4 بيض، رشة فانيليا، 40 جرام دقيق اللي قلنا ان هم معلقتين كبار من الدقيق، 40 جرام سكر، معلقه ونص سكر، ورشه فانيليا، والحشو عباره عندي عن جناش، عندي 4 جرام محسن استاذتنا الغاليه، 4 جرام محسن جل استاذتنا الغاليه استاذه شيماء. خلاص شيل المقادير دلوقتي، نحط 4 جرام محسن جل اللي هو نص معلقه صغيره محسن جل، لان من غير المحسن الجل الوصفه ديت ما تنفعش. ادي الاربع بيض، 40 جرام سكر، معلقه ونص كبار سكر، معلقتين كبار من الدقيق، رشه فانيليا، والمقدار البسيط ده قلنا بيملى لي صاج 30 في 40، وادي ال 4 جرام محسن، يبقى 4 جرام محسن جل الخليط كله قد كوبايه، ولكن هعمل لي صاج 30 في 40 زي ما اتفقنا. بيكون عندي الجناش هشرحه لكم تاني دلوقتي ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه وهتعمل معانا ايه. طيب يا شفنا، وبعدين نجيب الخليط ده كده. الجناش قلنا قبل كده ان هو عباره عن ربع كيلو شوكولاته، 80 مللي ميه، بضرب في الميه معلقتين كريمه كده خفق خفيف، بعد كده ببتدي ان انا انزل عليهم لما يسيحوا عندي على النار بمعلقه كبيره زبده او 50 جرام من الزبده، بيديني الجناش ده، مش عايز اسيحه قوي عشان اعرف افرده، اللي هو بيبقى زي عجينه الشوكولاته بالشكل ده اهو، سيحتوش قوي واو، شكل مميز عندي جدا عشان على طول بيقفش في الجو البرد. اوريهولك، حاضر اهو، طالما هي سخنت سخنتها كده شويه، ما سخنش كتير عشان العجينه ما تشربوش، وطالما احشي حشو شوكولاته او كريمه لازم العجينه تبرد عندي، العجينه تكون بارده عندي الكيكه، لان لو الكيكه سخنه ايه اللي هيحصل؟ هتشرب مني الخليط اللي هو بتاع ايه؟ برافو عليكم، الخليط بتاع الشوكولاته تنزل عليه تشربه على طول. دخلنا في الفرن عندي دلوقتي الفطاير على اساس تستوي، علينا النار كده، ظبط لنا النار كده، وببدا اخفق هنا خفق عالي، ممكن بالمضرب اللي هو بدراعين اقدر اعمل الموضوع دوت، ودايما خلوا لي الشوكولاته طريه كده عشان ان انا اقدر اشتغل بيها. بنشتغل كده على الخفق عندنا ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين يا شفنا، طبعا السويس رول ده بيتميز او رولز ده ان هو زي ما اتفقنا خفيف جدا، والعجينه بتبقى رقيقه عامله زي جلد الكراسه. ممكن نخلي الورقة دي كده نلف بيها تاني، وبعدين يا شيخ وبعدين يبقى كده احنا عندنا واو. خلي لي ده هنا كده، شايفين
رولز خفيف جدا. نبدأ نجيب سكر بودرة. عشان نرش سكر بودرة عليه. ادي السكر بودرة. رشة كده بسيطة. جيب الكلام ده كده حطه هنا. تمام؟ حطه قصاد كده مخرجتنا الرائعة. ونبص على الشغل كده. خفيف جدا. ممكن ان انا اعمله زي الرولز اللي هو بيتباع بره اللي بنشوفه مع بعض. وممكن ان انا اخليه كده في المناسبات برضو. نبص على شكله كده وقد ايه الخفية اللي فيه. مميز جدا. هيعجبكم جدا. لازم ادخله التلاجة عشان ايه اللي يحصل. يتماسك معايا الشوكولاتة. تتماسك معايا. ضروري ان انا افرد الخليط ده على سيليكون او على ورق زبدة زي ما اتفقنا. نبص على العجان كده. ونبص على الخليط اللي عندنا. هلا الامور ماشية معايا زي الفل. موضوع اسهل منه مفيش. في الوصفات اللي بتحتاجوها انا دايما اعملها لكم. ليه؟ انا مش مطالب ان انا امشيكم على قاعدة خلاص ده اتعمل مش هيتعاد. الفترة في كل حاجة. ده هنا للعجنة اللي بعدها عشان يبقى عارفين. ابتدى الخليط عندي يتماسك وابتدى يطلع فوق يملى تلتين العجان. العجينه اللي بالخميره ما بتاخدش 10 دقايق سوى. هنبص بصه كده. ونرفع الكلام ده كده. ونبدا نشيل كده. شايفين بقت قد ايه؟ اللي عمل كده ايه؟ اللي عمل كده ايه عندي؟ برافو عليكم. المحسن الجل. مفيش كتمال وكوبايه. وصلنا ان احنا ملينا العجان من نفس الموضوع. انا ما رميتش الورقه بتاعت السويس رول. ليه؟ انا ممكن ارميها وعندي واحده ثانيه اهي جديده. اهي اللي الف فيها السويس رول. لكن انا سبت دي لسبب يا جماعه. والكلام ده اصلا ما ينفعش لما يكون شيف او شيفه او حد ما يعني بيقدم وصفه في التلفزيون طلع حاجات جديدة وحاجات بتلمع وحاجات بتبرق. لكن عايز اقول لكم ايه؟ الثقافة عندي انا كشيف محمود متغيرة شوية. هي دي ثقافتي. زي دايما انا ماشي بمبدأ استفتي قلبك. استفتي قلبك. تعالوا بس اهم حاجة عندي عايز اتابع هنا حاجة معينة. لان في عندي عجنتين تخان وعجنتين واربع عجاين رقيقين. فما ياخدوش وش ازيد من اللازم. تعال نطلعهم بس كده الاول وبعد كده نيجي نفرد العجين هنا. يعني ايه يا شيف محمود؟ مش فاهمين الكلام اللي انت بتقوله ده. دلوقتي انا بطلع دلوقتي اللي هو ايه؟ الرقية اللي عامل زي رغيف العيش. يبرد. لان انا لو سبته على بال ما الجزئيه اللي هي عامله زي اللي عامله زي الرولز دي تستوي هيتحرق ده. فلازم نبقى عارفين الموضوع ده. بس انا قلت ادخلهم على صينيه واحده. استاذه هدى اهلا بيكي. استاذتنا الغاليه السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل. اهلا بيكي. ازيك يا شيف محمود؟ اخبار حضرتك؟ زي ما عليكي انت يا ست الكل. الحمد لله استاذ. الحمد لله. شوف بصراحه الله يبارك لك ويصلح حالك على الحاجات اللي بتعملها. الله يكرمك. الله يحفظك. الله ينور عليك كمان وكمان. الله يكرمك حاجة. يا ست الكل ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. لا الله يبارك لك ويصلح حالك على الحاجات اللي بتعملها الحلوه الجميله ديت. الله وانا يخليك. مبسوطه اللي انت عملت لي الفراخ البانيه وعملت الفراخ دي كلها. انا مبسوطه والهمبرجر والحاجات دي كلها. تسلم ايديكي. ربنا يحسن بين ايديكي ويجعلك في العالي يا رب. يا رب يصلح حالك. بص انا كنت عايزه جلاش باللحمه المفرومه. عينيا نعمله لسعادتك. حاضر. اوامر يا ست الكل. شكرا.
أوام. شكرا، ألف شكرا. تحت أمرك، تحت أمرك. أنا دخلته سبته يخمر دلوقتي، العجينة بعجنها بسيبها شوية أشكلها، سيبها تخمر، دخل الفرن بيطلع لي ده كده اللي بتلاقوه في الأفران، عارفين في بيطلعوه مربع، لكن أنا حبيت أخده سمبوكسات كده بالشكل ده. دي الأرضية أهي، واه. هنبدأ نفرد العجينة، شايفين الأربعة بيض عملوا إيه؟ ومعلقتين دي ومعلقة ونص سكر. قبل ما أخد الفاصل هبدأ إن أنا افرد الكلام ده كده، هيملى لي الصاج يا شيف محمود. طبعا طب يا شيف محمود ده هو ده لازم انزل بالدقيق بالراحه. انت اصلا نزلت بالدقيق يا بيه؟ انت اصلا نزلت بالدقيق؟ امتى نزلت بالدقيق؟ ما انا حطيت الدقيق على السكر على البيض على المحس. طب افرض ما عنديش محسن، ينفع بيكنج باودر؟ ينفع ان انا انزل بالكلام دوت من غير محسن؟ لا. يبقى عشان ايه؟ ده شغل الشركات اللي انا بعمله ده. هناخد بصوا مال الموضوع معايا ازاي؟ ها ايه الاخبار؟ اخباركم ايه؟ هناخد فاصل دلوقتي، بدخل الكلام ده الفرن، اعلى درجه حراره عندي ما بياخدش بالظبط اكتر من 10 دقائق او اقل حتى 7 دقائق، الاقي الكلام ده طلع عندي عشان نبدا نشتغل على طول. بعد الفاصل هنعرف المشبك السوري اخباره ايه والدنيا فيها ايه. فاصل واعود لحضراتكم. أنا بعده مولعة طبعا، شكل الحلزون ده، ده مش سكر وقرفة، اللي هنا ده عندي عجوة. استغليت العجينة وخدت منها، طلعت الشكل ده، مش قصده ولكن جيب الصدفة، ازاي هنعرف دلوقتي. طيب يلا بينا دلوقتي على مهلنا، نوصل لكل حاجة على مهلنا. ننزل بحاجة تانية دلوقتي، ألا وهي المشبك السوري بالبيكنج باودر، أسهل لكم من الخميرة. مخرجتنا الرائعة تنزل لنا بمقاديره ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. يلا بينا، يلا بينا. هننزل دلوقتي بمقادير ال، ومن احلى الحاجات الروعة اللي ممكن تاكلوها هو المشبك السوري. مقاديرنا ايه؟ مخرجتنا العظيمة عبارة عن 400 جرام من السميد او كوبايتين سميد، 100 جرام من الدقيق، 100 ملي من الزيت، معلقة صغيرة من السكر، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، كوباية من الزبادي، 100 ملي من المية. حلو قوي كده يا شيف محمود، ده تمام. السيرب بتاعنا تقيل، السيرب تقيل عادي خالص. السيرب تقيل عادي خالص. طب يا شيفنا وبعدين؟ هات لنا دي كده يا شيف محمود، وهات لنا دي كده يا شيف محمود. احنا مش فاهمينك قوي. الله، هو بالخميره ولا بالبيكنج باودر؟ هو بيعملوه بالخميره، ولكن شويه سكر بودره كده، وادي دي وادي دي، ونشوف دول طلعوا ازاي يعني مننا. خلاص؟ هنبدا نعجن الكلام ده كله ونشوف الدنيا فيها ايه وهتعمل معانا ايه. طيب ده كده المشبك السوري اللي بالبيكنج باودر اهو، شايفين بقى الشكل عامل ازاي. معنا كده خلصنا من موضوع تقديم كل منتجاتنا اللي هتتعمل النهارده، بس احنا ما علينا غير ان احنا نشوف اتعملت ازاي. حلو قوي كده يا شيف محمود، يا ده حاجات حلوه قوي. بس ورينا يا ابني كده، ما كرهناش في حياتنا، والحق ورينا الحاجة دي اتعملت ازاي. ده هنا كده انا اديته معلقة سكر، ده بصراحة ما خدش سكر مني، وشايفين الدنيا عاملة ازاي. طيب بنحط كل المقادير، ادي السميد وادي الدقيق، ادي البيكنج وادي الزيت، رشة فانيليا جدعنة. خليلي الكلام ده يا شفنا يفرول مع بعضه او يخرز مع بعضه بالزيت، او ندعك الزيت او الماده الدهنيه مع الدقيق لما ايه يديني التخريزه اللي انا عايزها. بعد كده بننزل بالزبادي او لبن، بعد كده ادي الميه، عايز ادي رشه قرفه. اهلا وسهلا، يا سلام. او يا شف، بيكون عندي اي كيس بالبلة، اي كيس وبلبله اهو، كيس وبلبله اهو،
يا سلام، بس كده. هات البيكنج باودر كده، دنيا كده رايقه عندنا. ابتدى الخليط يخرز يعمل زي الكسكسي. هنا انا مش هستنى الخليط يخمر مني. برافو عليكم. ليه يا شيف محمود مش هستنى الخليط يخمر مني؟ السميت عندهم بيعملوا المشبك، عشان تبقوا عارفين، بحاجه اسمها سميت الفرخ اللي هو الناعم، ما ينفعش في البسبوسه، بيطلعها خشنه. وبعدين ابتدي انزل بالزبادي، وبعد الزبادي الميه. ادي الزبادي اهو، حلو جدا. كون عندي السيرب ايه؟ تقيل. كون عندي السيرب تقيل، مهم جدا. يا سلام لو واخد مني عسل الجلوكوز. السيرب اهو، بصي عامله ازاي يا استاذه؟ عامل زي العسل النحلي يا تامر، لونه فاتح وحلو قوي من السكر ومن عسل الجلوكوز. ضروري الحلويات الشرقيه بتاخد مني ايه؟ سكر فاتح كده وعسل جلوكوز بيلمع يا بوب، فاهمني؟ ابو اليزيد هو ده اللي بيلمع ويديك اللمعه الحلوه. برافو عليك، سلام. مش هو ده السر اللي انت عايز تعرفه؟ ننزل بالميه. نزلنا بالمية، ماشي يا سيدي. وبعدين وبعدين يا سيدي وبعدين بنفض بس ديت من السيرب بالشكل ده كده. احتاجت مني يا استاذ الشادي شويه ميه، اديها شويه ميه. انت حاجتك زي العسل، صباح الفل. ازيك يا استاذتنا الغاليه؟ الله يخليك يا شيفنا، وعامل ايه؟ ان شاء الله ربنا يديك كده. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. الله يخليك يا شيف ويكرمك. الله يكرمك انت، كلك ذوق. قول يا شيف. بقول لسعادتك انت اللي كلك ذوق. ويحسن ما بين ايديك يا رب. الله يسترك. الله يسترك يا رب، الله يسترك. الله يخليك ويديك الصحة كده ويبارك لنا فيك يا رب. الله يحفظك. ويجعلك دايما تتحفنا بالحاجات التحفة والحاجات الجديدة. بعد ما عندكم. ساعتك اللي مميزة. بس يا شيف ربنا يديك الصحة. الله يكرمك. انت اصلا انا بقول عليك ملك الحلويات. الملك لله، ربنا يكرمك. ونعم بالله ونعم بالله. عايزين طريقة المنين والنبي يا شيف. تحت امرك ونعمله ليك. يا سلام. الله يخليك يا شيف، اللي هو بالجبنة وكده ده. انا تحت امرك الست الكل، عينيا. ربنا يبارك لك ويحتم. ونقول تاني يحتم ما بين ايديك. الله يكرمك، يا سلام، كلك ذوق والله. ادي كده الخليط عندي اهو. اقدر اعمل الكلام ده من غير عجان؟ ما عنديش عجان يا شيف محمود. اقدر اعمله من غير عجان؟ طبعا طبعا تقدري تعمليه من غير عجان. مش كل حاجه العجان، ده اوحش حاجه هو العجان. طيب تعال نبص على الفرن بصه، لان احنا قلنا 7 دقايق، مش عايزين الموضوع يزيد معانا. يا الله، لو كان قال لي ابو اليزيد، بس هو مقصود ان هم يفشلوني. ابو اليزيد على اشرف، على الاستاذه كريستين، كله. وبعدين وبعدين يا شيفنا، وبعدين كيسه بلبله، كون البلبله رفيعه كده يا تامر، مش عايزين بلبله تخينه، مش عايزين بلبله تخينه. وهنا انا حطيت كيس قماش، لان عذبني الصبح الكيس البلاستيك اللي هو استعمال مره واحده طق مني كذا مره. يا سلام لو عندي بقى ايه، ما نحطش كتير عشان مش عايز يطق مني. الكيس البلاستيك طق مني كذا مره زي ما الكرو بتعمله بلح الشام، فهنا ده بيبقى مشكله كبيره قوي. يا مسهل يا كريم يا رب. قبل ما ابدا ضروري جدا تبقوا عارفين حاجه. قبل ما ابدا يا جماعه انزل هنا واتشغل، عندي حاجه في الفرن محتاجه دقيقتين ثلاثه، ما تجازفش، ما تجازفش عشان ما تخسرش حاجه. محتاجه دقيقه ولا دقيقتين، خلاص نصبر عليهم وبعد كده نطلعهم. مش شايفين بجس بايدي ازاي؟ لان مش هقدر اشك السكينه واطلعها، ده هي زي جلده الكراسه. لو انا شكيت بايدي وطلعت الكلام ده، خلوها شويه تاني بس. لو انا ليه الطرف بس ما استواش، لو انا شكيت السكينه هتطلع ناشفه. هتطلع ناشفه. لكن المشكله هنا عندي هي ايديا، لما احس ان ايديا تحتيها نشف ما تعملش فسفيس، دي هي الهواء بتاع البيض.
طب يا شفناه بعدين حلوه فس 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 ديت. نشف لي هنا كده لما المكان كده وانت واقف ما تضيعلناش الوقت. وبعدين تعال نطلعها، احنا خسرانين ايه؟ احنا عملنا واحده خلاص، ايه اللي هيجرى يعني؟ اعلى نار. شوف الصاج يا تامر، مال الاربعه بيض معلقه ونص دقيق؟ ايه يا عم انت بتهزر؟ ومعلقتين سكر، انت بتهزر؟ ازاي ده؟ ازاي ده؟ خبرات ناس سابقه، خبرات ناس سابقه قبلينا. يلا بينا، الزيت يكون سخن، الزيت يكون سخن. تعالى لي كده يا مسهل يا كريم يا رب. هم عندهم مكنه كده يبدا يعمل كده، وطاسه بقى ايه الواحد ينزل يعوم فيها. يا سلام يا شفنا، ولو بقيت تعرف تعمل مشبك سوري، ده انت ما كنتش حتى بتعرف تعمل مشبك الدمياطي. وبعدين الزيت هنا غير بلح الشام، بلح الشام لازم الزيت يكون ايه بارد. صوابع زينب ولقمة القاضي لازم الزيت يكون سخن. ده لو نزلت بالزيت وهو بارد ايه اللي يجرى؟ برافو عليك وسلام، هو ده الكلام الصح. يبدأ يهيش ويفك. يلا يا سيدي املالي الباقي ده. يبقى انا عملنا ايه يا استاذه كريستين؟ حطيت كل المقادير مع بعض، وبرده ما قلبش لان الخليط بيبقى هايش شويه. حطيت كل المقادير مع بعض، وبعد ما حطيتها اللي هو بالزيت ما عدا الماده السائله اللي هو الزبادي والميه. شوف محمود انا عايز اعمله ايه يا اخي انت؟ صور نسيت احط عليه سكر. اللي هيحصل بس ان هو مش هيحمر بسرعه، مش هيديني لون محمر زي ده، وده احسن بعمله ببلح الشام. ما نحاولش نقلب الخليط اللي عندنا ده بسرعه، لازم لما اجي اقلبه اتاكد ان هو احمر. شايفين اهو؟ يا سلام. طب وده زي بتاع الخميره يا شيف محمود؟ اه طبعا، ما دي ماده رافعه ودي ماده رافعه، بيختلف بس في الطعم شويه، بيختلف في الطعم شويه. مش فاهمين يعني ايه؟ هقول لكم يعني ايه. اقدر ان انا استبدل هنا بمعلقه خميره وسنه قرفه كمان، انا بس ما اديتوش قرفه، مش مقصوده يعني. حط سنه قرفه عليه، سنه صغيره من القرفه في العجنه، ونعجن نفس العجنه دي وندي خميره واسيبها تخمر. بس انا مش عايز العجينه تقعد معاكم ليه؟ عشان مش عايزها تشد كده، على طول هيريحكم الموضوع ده. مش عايزها تشد لان سميت البسبوسه حتى الطريقه الاصح العمل المعمول هو ان انا اعجن السميت قبليها بيوم بايه؟ بالسمنه والزبده، او السمنه بس زي ما انتوا عايزين، وابسه واسيبه يبقى مبسوس. بعد كده بساعده بشويه دقيق لان الصبيط اللي عندي هنا مش مميز، اللي هو مش بتاع مش مميز، مش هو بتاع المعمول. هناك عندهم صميت الفرخه هو الخاص بيه، وبيشغلوا كل شغلهم من الكلام ده. بنرفع كده، انا ماليش دعوه بالاسبونج، انا بتعامل دلوقتي مع السيليكون. هننزل كده نجيب الكلام ده هنا. يا سلام بتطفي، ده الامل فيك انت بس. انا لا امل في الدنيا، الناس كلهم معاهم عينين وانا اللي معايا عين واحده. يا استاذه مريم اهلا بيك يا استاذتنا الغاليه. الو، مع عليك يا ست الكل. ازاي صحتك؟ ازاي سعادتك انت يا استاذتنا؟ ازاي صحتك يا غالي؟ اغلى من الدنيا عندنا. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. انت بصراحه ربنا استاذ ورئيس قسم وانسان. الله يكرمك، قيمه وقامه. الله يحفظك، ده من ذوق سعادتك يا ست الكل والله. وبنزعل لما تقول ان انت مش قد كده ومش قد كده. ازاي يعني؟ من عشان تشكره فيا يعني، شغل 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 لقم مني بس مش اكتر. لا والله شغلك بيقول انا اهو. الله يكرمك، الله يحفظك، ربنا يسعدك يا رب. الله يخليكي،
تسلمي لي. والحاجه حنان والحاجه ليلى وكل حبايبك يا رب. الله يكرمك يا ست الكل. وكتر البرنامج الجميل من الاستاذه كريستين لاخر مخرج في البرنامج. الله يخليك يا رب. والمؤسسات الحلوين من اول امل لشيماء لكلهم، حاجه جميله قوي قوي. الله يكرمك. حاجه قيمه وقامه لينا احنا. وخصوصا الاستاذه شيماء هي اللي بتتعب وبتشقى بصراحه. يا عزيزه وغاليه، ربنا بتشقى الله يكرمك. الله يخليك يا رب، تسلمي لي. ربنا كلكم غاليين وعزاز علينا لانكم معهد بتدونا علم. ربنا يخليك لي وبتدونا حاجات جميله. الله يكرمك الله يكرمك. امريني باي سؤال يا ست الكل. اذا كان في اهرام ثلاثه فانتوا في رابع اهرامات. الله يكرمك، متشكر لسعادتك جدا، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا يا ست الكل. انا سايب السيليكون شويه بس تبرد وتشد عشان اعرف اخلعه كويس. هنبدا دلوقتي، هستنى كده، ايه رايك اخد فاصل قبل ما ده يتحمر؟ ناخد فاصل يا استاذتنا الغاليه. هات لي ده كده، انزل في السيره ما ترميش اي حاجه ابدا. ها قبل ما اخد الفاصل نطلع ده، تعال نطلع ده بقى. بصوا، مضار على النار، مضار على فين؟ شايفين كمية السيرب قد ايه؟ هي دي الغلطة اللي بتقع فيها وتقولوا بلح الشام ما بيشربش، يقولوا ما طلعتي ما بتشربش. أنا عايز مختص من السيرب، شايفين مختص أهو. واضح كده يا تمورة أهو. أهو أهو يا تم. فاتح شوية عشان ما اديتوش سكر، نسيت أدي سكر ما فيهاش حاجة. هنطلع دلوقتي بالفاصل، وانا بطلع الفاصل كده استاذتنا تكسبنا وقت، ادي كده واحده اهو، ونطلع فاصل واعود لحضراتكم. اهلا بحضراتكم. قبل الفاصل عملنا المشبك، وزي ما انتم شايفين هطلع لكم دلوقتي اللي هو خد سيرب، وطلعنا كمان طاسه ما بياخدش وقت وبيبقى مقرمش وتحفه. شايفين كده العجينه متماسكه ازاي؟ عشان كده احنا بنديها دقيق مصري، دي قمح هم بيعملوها بقى بالسميد بس كمان هناك بالراحه في التقليب. انا بوسع بس كده. نزلنا بقى استاذتنا الغاليه مقادير القرص اللي بالعجوه اللي احنا عملناها ديت عشان ايه الساده الافاضل يعملوها. يلا بينا يلا بينا عشان نعجنها ونشوف شكلناها ازاي والدنيا فيها ايه وهتعمل ايه. 100 جرام زبده، 200 ميه يعني كوبايه ميه، 20 جرام خميرة فران، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة سكر، 400 جرام دقيق. خلصت القصة، خلصت القصة بتاعتنا. يا سلام، خلصت القصة يا شيف محمود، خلصت القصة. وبعدين يا أستاذتنا الغالية الأستاذة كريستين العبقرية الأصيلة، خلي الكلام ده يتصفى. عارفين لو عملناه في رمضان مفيش بعد كده. هاتلي كده كده، سلام. شفتوا خد معانا وقت؟ خدش معانا وقت. واللي على النار ده لازم نسيبه ايه؟ لما شايفين هو عدم السكر هنا هو اللي خلاه فاتح. ها ايه رايكم؟ وبعدين يا شيف محمود، وبعدين خلي لي دي كده على مهلها. تعالوا بصوا لي هنا الاول، تعال نحط الدنيا دي كلها على بعضها كده. ادي المي، سكر، خميرة، زبدة، رشة الملح. يلا عم انزل بالدقيق بالمرة يا سيدي. الله، مش هتضرب المية يا عم؟ بلا اضرب بلا بتاع، احنا لسه هنضرب. خميرة الفرن تعمل معاكم احلى شغل. يلا يا سيدي نضف لي المنطقة بتاعتك الاول على الهادي، نضف لي المنطقة بتاعتك ديت، دي العجينة اللي خمرت. طب ما تشيلها يا عم كده. وبعدين قلب بس كده وتعالى لف السوسرول وري للناس. هو انت بتعمل الحاجه وتقدمها، مش عايز توري الناس؟ يا سلام، الناس كلها ليهم عينين وانا اللي ليا عين واحده. تعالى كده، هات الشوكولاته ايه الجناش يا ولد، مفيش بقى سندوتش. لا هي دي مربى شوكولاته يا شيف محمود؟ لا ده جناش. لو انا خفيته واديته ميه زياده العجينة هتشربه. وبعدين يا شيفنا هات لي ده كده وده كده وده كده.
ايه الاخبار؟ النار الهاديه بتهري الحاجه. يلا يا سيدي تعالى لي كده. سكر بودره دايما في السيس رول من تحت يا جماعه، كده كده حلو جدا. الله، مش هتلفوا وتدخلوا الثلاجه على ايه؟ احنا فاضيين خلاص. ساعه وجرس الحصه يضرب، مخرجتنا العظيمه تقول لي خلاص كده. اربع صوابع كده، اربع صوابع وكده، اربع صوابع. طبعا هو لو قعد يبقى الشكل افضل من كده، بس ما علينا. انا ما بمشيش بالشكل، انا بمشي بالمضمون. ها تمام، هات لنا الاموره دي كده كمان. خلصت القصه، خلصت القصه. لفلي كده. نعم معاك يا استاذتنا الغاليه، حلوين جدا. انا عاوز من ربنا اكتر من كده. هات لي سكينه حاميه بقى يا ام سهل، هات لي السكينه اللي انا مخبيها من ربيع اهي. النار لما تبقى هاديه ايه اللي بيحصل؟ ها تعالى لنا ده كده عند الاستاذه الغاليه، والله لا لمع الطبق الا هيجر. اشمعنى انا حاجتي تبقى مش حلو واقعد اقول المضمون ومش المضمون؟ نجيبه هنا كده، هاتوا هنا كده، وبعدين هات لي كمان طبق. طالما السكينه حاميه بقى حلو جدا، وبعدين اقعد اقول المضمون واجي على نفسي اكتر من كده؟ كفايه بقى، ما عادش في العمر بقيه. واو، ها شفت العجينه عامله ازاي؟ خلص الموضوع. الكيك ده ما ترموه، سيبوه للولاد. استخدمنا نفس الايه؟ ورقه الايه؟ الزبده. اوفر، مش هوفر لنفسي ولا للتلفزيون. ما بحبش الحركات دي على فكره، اصل موفر بقى للتلفزيون بقى. لا يا اخويا، لا يا عم المفتي، انا بوفر لست البيت. ست البيت محتاجه كل قرش. بصوا فرشنا شغلنا ازاي. يلا يا عم الحاج، ها ايه تاني؟ لملي الليله دي. العجينه اتعجنت معايا، بسيبها ترتاح شويه. يلا يا سيدي، تمام. خايف العجان يقع في اخر دقيقه. هات لي ده كده ودول كده، بقت الدنيا تمام. هات لي ده كده وربيع يبقى يعسلهم، وهات لي دي كده. خلي العجينه تشتغل معايا شويه، تعالى وننظف مكاننا كده. ادي الفوطه بتاعتنا اهي، خلاص اهو بالشكل ده. وبعدين يا شوف، هات لي ده وده وده. مش محتاج دي، ممكن بدلها شوكه. مش محتاج دي، ممكن بدلها سكينه. ما عنديش دي بالنشابه بتاعت الايه، بالورق بتاع الفويل. ما عنديش فويل بازازه مياه غازيه فاضيه. تمام كده، بصوا على المنظر حلو قوي. وبعدين اهو، ايه يا عم ده؟ انت ايه؟ افصل لنا دلوقتي وكده وانا بكلم استاذه ماجده. يا استاذه ماجده اهلا بيكي، استاذتنا الغاليه. استاذه ماجده ازيك؟ ازاي ما عليك يا ست الكل؟ لبدك. اهلا بسعادتك. انا عايزه طريقه البيكاتا يا شيف. عينيا وتتعمل لسعادتك. حاضر عينيا. ايه تاني؟ الله يخليك يا شيف. تحت امرك ست الكل، تحت امرك. ها
شفتوا العجوه جريت مع ال جريت مع ال مع العجين ازاي؟ احنا لسه هنفرد. يا سلام يا شيف محمود، ده انت بتفهم يا اخي، لا كنا واخدين فيك مقلب، فاكرينك ما بتفهمش حاجه خالص، طلعت بتفهم. انا بقى طلعت الشكل المدور ده ازاي؟ عن طريق الصدفه يعني، مش عبقري يعني. وبعدين معاك يا بوب، ما انت هتضحكني، مش عارف اشتغل، هخرج بره النص، بره اللي انتوا بتحفظوه لي. وبعدين بنعمل ايه بقى؟ بنعمل ايه؟ ما عنديش جيب، ناخد بايه؟ الشوكه. مش عايزها تقب، عايزها تبقى كده. الله يفتح عليك يا استاذه كريستين، يا غاليه يا بنت الغاليين. ناخد الاطراف دي كده، وهو ده السبب في ان انا قلت انا هرمي دول ليه؟ فما لقيت المنظر ده كده اهو، واهو تمام. ايه الاخبار كده؟ كده كله اطباعته. يلا سيدي حطه في الصينيه خليه يخمر، دي بدايتنا مع بعض. ادي اصفر بيض، حلوين جدا يا استاذه. لو عايز اختم دلوقتي يا استاذه هختم. ادي اصفر بيض، ممكن نقوم ايه على طول نقوم عاملين كده، ما هو ممكن اسيبها كده. ادي اصفر بيض عليه فانيليا طبعا، ادهن كده. سيب لي الكلام ده يخمر نص ساعه كده يا شيف محمود اهو. وبعدين طب هرمي دول، فهم تعملهم كده زي السينا بورولز، ونخلي الارضيه دي لتحت ونقوم عاملين كده. طلعت لي الشكل ده، قال يعني الوضع عبقري يعني، عملت اللي ما يتعملش يا اخويا. بس دي طبعا هتاخد سوى، هتاخد سوى. طب نرمي دول يا ابني، بص كده اهو القطعات دي هنرميها. نرميها ليه؟ مش عامل لي فيها عبقري؟ وريني هتعمل ايه اهو. وناخد دي تحت كده واهو. ادت الشكل ده، يلا ماشي يا عم العبقري. سيبه يخمر وادي اصفر بيض ورشوا سكر بودره. عملنا كده، خلصت القصه بتاعتنا ولا حاجه خالص. قولوا لي بقى الموضوع فيه ايه من اوله لاخره؟ ولا حاجه. نحافظ على دي نستخدمها في السويس رول الجاي، وعليكم خير لو ليه عمر. عملنا مع بعض ايه يا استاذتنا الغاليه الاستاذه كريستين العظيمه؟ عملنا، هات انت بقى الاكل بقى كده ونتكلم واحنا بنجيبه استاذتنا الغاليه، ونشوف كده هنقدر نعمل حاجه ولا مش هنقدر نعمل حاجه، ولا هي الدنيا هتدنيها عامله معانا كده، هتدنيها مديانه وشها كده، خلاص زهقنا من وشها، عايزين ظهرها بقى لعل وعسى يكون حلوه كده وجميل. وبعدين يا عم محمود، هات الاكل يا استاذتنا ونشرحه. جميله تسلمي لي، تعالي لي انت كده عشان نروق المكان. وصنف صنف كده نتكلم عليه سريعا في اخر 3 دقايق. سلام. موهبه، موهبه عملناها اللي هو كان السويس رول، وقلنا ان هو عباره عن 4 جرام محسن، 40 جرام سكر، 40 جرام من الدقيق، واربع بيض. ايه ده كله اربعات يا عم؟ ده الناس بتقعد تقول خمسات عشان الحسد. ايه اللي خلى الخمسه تروح للحسد؟ وبينها ايه وبين الحسد؟ انا مش عارف، بس ما علينا. ده كده كله مع بعض، فرش نفسك 30 في 40، طلع فردناه وعملنا واحد منه على طول. قال يعني انا مش هلحق اعمل على الهوا، بس قال الواد بيتعايق يعني. وعملنا الموضوع ده وشفته، وتلف وتقطع وخلصت القصة، ولا لف ولا تعب قلب ولا بتاع. شوف محمود هو شكله مش منتظم ليه؟ يا سيدي خليه يبرد وقطع براحتك انت بقى، خلاص انا اديتك الصنارة، عيش انت بالباقي. ماشي يا عم العبقري. بعد كده عملنا المشبك السوري ده من غير سكر، لانه فاتح، تلاحظوا بلح الشام بيطلع مني فاتح، ما بدلوش سكر. عملنا منه هتلاقي لونه احمر، ده خد مني سكر. كله مع بعضه بالزيت، واخر حاجه الماده السائله اللي هو الزبادي على الميه، وادينا له بيكنج باودر. ما تكتروش بيكنج باودر عشان ما يتريش منكم في الزيت.
السيره بكيلو سكر، نص ميه، رشه ملح، ليمون، وتدوب في حدود مثلا ملعقتين كبار عسل جلوكوز. بعد كده الفطاير دي كله مع بعض. سبت العجينه ترتاح 5 دقايق 10 دقايق عشان اعرف افردها وتجري معايا. قلبت العجينه في نصها، عجوه جريت، مش حته عجوه، لحسها عجوه جريت وفردت بالشكل الجميل اللي شفتوه ده، اصفر بيض عشان الوش عليه فانيليا، وعليه معلقه اللبن، معلقه ميه زي اللي موجود عندكم، اللي موجود عندكم في البيت. وقمت داهن وسبتها اهم حاجه تخمر، سبتها اهم حاجه تخمر، خمرت معايا، قمت مدخلها الفرن طلعت بالشكل ده. ده كان شغلنا النهارده كله على بعضه من اول لاخر. ولا في البواقي دي قلت لكم عليها طلعت معايا، اللي هي شكل السينابويا، لا سينابويا ولا حاجه، حته عجينه فاضت عملت فيها عبقري وقمت مطلعها بالشكل ده كده. العبقري يعني جاب اللي ما جابش، والله لو حد غيري عملها كان قاعد يقول حصري، مش موجوده الا في النايل لايف. بشكركم جدا جدا جدا، ما تاخدوش على كلامي، خلوني اهوي وخلاص. القاكم في حلقه قادمه، السلام عليكم ورحمه الله. We'll be right back.